وانت بتتكلم وبتقول ان امير عبد الحميد ظروفه وطريقه لعبه جت وشاركت وكانت نفس ظروف مصطفى شوبير، دايما النادي الاهلي يعني مصنع للحراس المرمى. صح. لما بنتكلم عن تاريخ حراسه المرمى مش في النادي الاهلي، في مصر، بنتكلم عن النادي الاهلي. صح. ودايما المنتخبات الوطنيه يا كابتن اسامه في الناشئين والاولمبي وفريق الاول لازم يكون في حراس من النادي الاهلي. اه لازم يكون في حراس من 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 النادي الاهلي، والنادي الاهلي عنده وفره كبيره جدا من الحراس. وعلى مدار التاريخ يمكن مصطفى شوبير طالع من تحت، محمد الشناوي طالع من تحت، شريف اكرامي، احمد عادل عبد المنعم، وانا كنت طالع طبعا من تحت. مش عايز انسى حد، كلنا طبعا من مدرسه الكره في النادي الاهلي. فدي حاجه كويسه جدا ان الحارس يطلع من هو صغير ويمثل ناديه وهو في الاعمار السنيه الصغيره والشباب وناشئين، وبعد كده يطلع مع الفريق الاول. حاجه كويسه جدا، والواحد بيبقى مستني فرصته. يمكن انا الناس بتشبه ظروفي شويه بظروف مصطفى. يعني شايف مصطفى ازاي اداؤه جاي على مباريات صعبه؟ كلام كتير مصطفى وابناء عاملين، كابتن شوبير عنده تحدي تاني، بيلعب في مباريات لا يعني ما تتحملش انك تغلط فيها. صح. انك انت الغلطه بتخرج بره بطوله، فبتلاقي النقد زياده، فهو النهارده بيتعرض لضغوط عاليه. شايف اداء مصطفى وشخصيته مع المباريات، مع النقد او مع الكلام ده كله ازاي؟ اهمها بقى كابتن اسامه. أيوة. لما في الاخطاء بقى ازاي يبقى عندك شخصيه وتلم نفسك شخصية. يعني شخصيه طبعا وتلم نفسك في الماتش. يعني هقول لك على حاجه. اوفا يمكن انا كنت مع كابتن شوبير قبل كده وسالني، قلت له انا بصراحه ما شفتوش بعيني، فانا كنت ساعتها ماسك مدير اكاديميه النادي الاهلي. خدت اجازه مره. مصطفى لسه صغير ولد، كان 20 سنه طالع. كان لسه ما لعبش في الدرجه الاولى. كان يعني طلع في الفريق الاول. فبيسالني بيقول لي في جول صغير بيقولوا كويس ومش عارف ايه، فقلت له بص يا كابتن انا بيقولوا عليه كويس بس انا ما شفتش بعيني، فانا اوعدك ان انا ان شاء الله ابقى ايه اما اجي المره الجايه هتكلم مع علي. فانا كنت في ماسك مدير اكاديميه النادي الاهلي في الشيخ زايد، وبعد كده ايه خدت اجازه اليوم ده، كان النادي الاهلي بيلعب ضد الترسانه في كاس مصر. شفته لقيت عنده شخصيه وموهبه. بعد كده رحت النادي الاهلي، طبعا انا كنت بتابع التدريبات، انت عارف احنا اهلاويه حبا عن جدا من واحنا صغيرين، فعلى طول موجودين في النادي واي مناسبه. لقيته بيتمرن كويس جدا، كل الناس بتتكلم عليه كويس جدا، عنده استعداد في اي وقت انه هيلعب. عنده صبر غير طبيعي. عنده جلد غير طبيعي، وعنده شخصيه ومحبوب من اللعيبه. دي ميزه والجمهور بيحبه. لما جه اول اختبار ليا يا كابتن اسامه، مش اللي هو اختبار القوي، ولا لعب بطوله النخبه اعتقد. وادى بشكل كويس رغم ان كان في ناشئين كتير جدا من النادي الاهلي. بطوله الرابطه. سوري الرابطه. فادى بشكل كويس، وكان يمكن هو كان بالنسبه له كان عليه ضغط كبير ان هو يؤدي بشكل كويس في البطوله، على اساس ان طبعا هيتحكم عليه ان هو ابن كابتن شوبير ومش عارف ايه والكلام ده كله، كان عليه ضغط، لكن هو كان بيلعب بشكل كويس. شخصيه الاختبار الحقيقي بقى هو ماتش، انت بتتكلم في استاد القاهره 120 الف متفرج. بتلعب نهائي افريقيا، وفي كلام كتير ان الشناوي هيلعب مش هيلعب، والراجل خد قرار شجاع انه يلعب مصطفى شوبير في النهائي. بتلعب الوداد في استاد القاهره نهائي، يعني قرارات لازم يكون مركز، لازم يبقى عليهوش ضغوطات. لعب وادى بشكل كويس وعمل انقاذ هايل او انقاذين كانوا اثروا في نتيجه اللقاء. ده كان الاختبار القوي. بعد كده خد فتره حلوه بعد اصابه الشناوي، فتره كويسه يعني اربع خمس شهور. طب هل السنه اللي فاتت النهائي اللي لعبه امام الوداد ممكن يكون اداله نوع من الخبرات، انك لعبت السنه اللي فاتت نهائي؟ لما لعبتش الماتشين، لعبت المباراه الاولى كانت في مصر والشناوي لعب المباراه الثانيه، لكن عندك خبرات سابقه في الضغط اللي حصل زي ده. ما انا بقول لك يا كابتن اسامه، هو نهائي افريقيا بتلعب في استاد القاهره، جمهور كبير جدا، بطوله حاسمه طبعا، فماتش حاسم والناس كلها الانظار كلها عليه. انه يؤدي بشكل كويس ونلعب بالهدوء ده. بعد كده احنا الحمد لله ربنا كرمنا وخدنا البطوله. جه بقى دخل على بقى الايه المعمعه زي ما بيقول، اختبارات صعبه ماتشات مهمه. ماتشات صعبه جدا. فبالتالي خد الميزه بقى كابتن اسامه هنا، ان هو خد اربع خمس شهور لعب متواصل. ابتدى يتذكر بقى تألقه في ماتش الوداد، خد ثقة كبيرة جدا، لعب بقى تقريبا بطولة السوبر، ولعب نهائي كاس مصر، وبعد كده أدى بشكل كويس ولعب في أفريقيا. خلاص خد ثقة إن أنت بتلعب في ماتشات في الجزائر وماتشات في أفريقيا، وهو ما كانش متعود على الحاجات دي، كان موجود احتياطي لكن أنت لما تشارك الموضوع مختلف. رغم إن أنت يا كابتن أسامة وأنت قاعد على الدكة
غير في الملعب. في الملعب عادي طبعا. الدنيا ما فيهاش مشكله. وانت بره زي السواق كده طول ما انت سايق ما فيش مشكله، قاعد جنب السواق تبقى خايف. فهو لما لعب خد، هو عنده ثقه عنده شخصيه، محبوب مركز جدا عارف القيمه بتاعه ان هو في الوقت دوت ممكن ما يتعوضش تاني فلازم يثبت نفسه، ادى بشكل كويس. وطبعا ده عارف ان طبعا في وجود الشناوي هيرجع تاني، وان الشناوي طبعا قيمه كبيره جدا، والشناوي يعني كله اكيد كان حاطط دماغه ان النادي الاهلي هيتاثر ومنتخب مصر بعدم وجود الشناوي. حارس كبير طبعا، واصبح عندنا كبار. وهي الكوره كده يا كابتن سامي بتجي لك فرصه زي ما انا كده لما فجاه الحضري مشي انا لعبت كنت موجود والحمد لله، وادينا بشكل كويس.